السلام عليكم. أفكار كتيرة في حياتنا بنمر بيها وبترتبط بشعور سلبي عن تحقيق الهدف. فكرة من الأفكار دي إن الهدف ده مش هيتحقق ليا، هو ممكن يتحقق لناس تانية زي الدحاحين مثلا، وإن النجاح ده حاجة خصوصية لناس معينة أنا ماليش دعوة بيهم. النجاح مش حالة خصوصية لناس معينة دون الآخرين، والفرق الوحيد بينك وبين أي ناجح وبين أي سياسي عظيم أو عالم مشهور هو إنه قدر يحدد هدفه ويحطه قدامه عشان يقدر يحققه. وأول خطوة هتحقق بيها هدفك هي إنك تحدد الهدف، وتحديد الهدف ما بيكونش عبثي لكن بيكون على أساس نقاط القوة وأولوياتك واهتماماتك في الحياة. ولو هختار حاجة واحدة أو سبب من أسباب النجاح هقولك هو تحديد الهدف. وده اللي أثبتته الدراسات في المجال ده، إن الناس اللي نجحت في تحقيق أهدافهم كان عندهم تعلق شديد بيها وكان عندهم قناعة واضحة جداً، بدأت إمكانياتهم تتضاعف ويزداد نشاطهم وبيتيقظ عقلهم وبيتحرك بكل الدوافع علشان تخدم الغرض ده والهدف ده. وفي أحد الأبحاث السلوكية أخذ فريق بحث عينة عشوائية من طلاب سنة نهائية وسألوهم كل واحد منكم عايز يكون إيه بعد 10 سنين من تخرجه؟ كلهم قالوا إنهم عايزين يكونوا قوة مؤثرة في المجتمع في مجالات عديدة، في الأموال، في الأعمال، لكن كان في 10 بس من الطلاب حطوا هدف محدد ومفصل ومكتوب ضمن خطة مكتوبة. وبعد 10 سنين ومتابعة الأثر جه فريق البحث بعد ما تابع أفراد العينة ولقوا إن اللي بيملكوا 10 اللي حددوا أهدافهم بيعادل 96% من إجمالي الثروة اللي بيملكها الطلاب التانيين. هنا قضية مهمة جدا، وهو وضوح الهدف بيخليك تتجاوز العقبات، تتجاوز العراقيل، وتنجز في وقت قصير أضعاف اللي بينجزه غيرك.